هتخلص امتى؟ شويه كده. ثانيه واحده معايا. هلو يا فندم. مساء النور. تحبي حضرتك بيتزا برجر ميكس جريل باستا اور سي فود؟ لا انا ممكن اخد حاجه تشيكن. ممكن اخد تشيكن كاتر. وان بيس اور تو بيس؟ تو بيس. السوز باربيكيو ولا هاني ماسترد ولا فرنش فرايز؟ باربيكيو. اوكي حضرتك تحبي درينك ايه؟ ميديوم سمول لارج؟ ميديوم اورنج جوس. تو بيس تشيكن باربيكيو اورنج جوس ميديوم كويكلي بليز. تو بيس تشيكن نمبر 6. تشينج بليز. تو بيس تشيكن. مرتديلا. مرتديلا. ايوه لا. انت رحت فين يا ابني؟ موجود. بقول لك ايه يا مرتديلا، ممكن تعدي عليا عشان عندي مشوار صغير عايزك توصلني بيز؟ ماشي يا ست، تحت امر. سلام. تو بيس تشيكن نمبر. ايه ده؟ ايه ده؟ نهارك يا تاريخ، كنت داخل مستعجل. في ورديتي؟ بتعمل كده في ورديتي؟ ده انت ليلتك سودة، ده انا هوديك في داهية. حضرتك ليه السياح طب في قاعة مغلقة زي دي يعني يا فندم؟ سياح قاعد لي في نص القاعة وتقول لي السياح ما عادش ورا ليه يا حبيبي لو خايف من السياح؟ معلش بص ابوس ايدك، استر عليا الله يستر عليك. انت بترشيني؟ لا خالص. انت ليلتك سودة، يعني قضية أداب ورشوة. قضيتين في ليلة عرض واحدة؟ حظك حلو بقى. لا طب بص حضرتك بص، والنبي يستر عليا الله يستر عليك. انت غبي يا ابني، ما انا قلت لك اعمل لك رشوه بتديني فلوس تاني. ايه الغباوه دي؟ وحياه امي لو اوديك في دهب. محمد لا ما تدخلش في محمد. النبي ما تدخل محمد. طب محمد حضرتك انا بحبها. ايه؟ بحبها قوي. وهي بتحبك؟ وهي كمان بتحبني. طب اقعد خلي بالك منها، حطها في عينك، ما تزعلهاش. حاضر، بس لازم تيجي الفرح. ماشي انا مستني هنا اهوت، مستني الدعوه. ربنا يخليك يا استاذ. ماشي ربنا يخليك. لو جبت ولد تسميه مرتضى. نايم. ولو جبت بنت وايه ده؟ ماشي. بس بقول لك ايه، خلي بالك عشان 5 دقايق والنور هينور والاستراحه. ماشي فاهم يعني؟ بسرعه. ايه ده؟ في شارع على الارض؟ هسيبك بقى يا حبوبه واروح اغير عشان امشي. تغيري ايه؟ استني بس، النهارده عندنا عيد ميلاد ونجوى ما جاتش، والمدير بيقول ان انت اللي هتخشي مكانها. عيد ميلاد ايه؟ انا مالي؟ انت مالك ايه؟ مش انت جايه النهارده متاخر وامبارح مستاذنه بدري؟ هو بقى كده شكله حطك في دماغه، وكمان ده مش اي عيد ميلاد، ده عيد ميلاد ابن اخته. ايه دي الحظ الهبله، ده انا عندي ميعاد مهم قوي نفسي الحقه. هو هابي بيرثدي تو يو وعيد ميلاد وكل سنه وانت طيب وهنخلص. ايه يا لهفه؟ ايوه يا فندم. عندك اعتراض ولا ايه؟ لا خالص يا فندم، ده الحبوب الصغير ده حبيبي، ده انا هعمل له شقلبظات في عيد ميلاده. كلنا هنعمل له شقلبظات. كلكم هتعملوا شقلبظات؟ طبعا. اتفضلي على عيد الميلاد. اوكي يا فندم. انا هكهربه والله العظيم هكهربه. يلا يا حبيبي بقى طفي الشمع عشان نخلص من ام العيد ميلاد ده. ايه ده، مش هنغني الاول ولا ايه؟ يلا نغني. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو شوقي، هابي بيرثدي تو يو. يلا طفي يا بابا. ايه الكلوته دي؟ انت هتقلبيني ولا ايه؟ ميدو من عمتي عمل عيد ميلاده هنا الاسبوع اللي فات وكان مليطه. مليطه؟ عايزني اعمل لك ايه يعني؟ ما اعرفش. اتشقلبي. اتشقلب؟ لا يا حبيبي، لو فاكر نفسك عشان ابن اخت المدير انا هتشقلب لك فعلا وهغني لك وهرقص لك واعمل لك الحاجه. حبيبي. هابي بيرثدي تو يو يا حبيبي. السكر ده حبيب قلبي، القمر ده انا هشيله كده قبه فوق دماغي. ايوه كده، هابي بيرثدي تو يو يا شوقي. البنت دي ما كانتش عايزه تغني لي. لا لا يا فندم والله هو مش قصده، هو فهم غلط، مش اندرستاند. انا بس ايه، هو كان عايزني اغني له هابي بيرثدي تو يو، قلت له لا ما يصحش، لازم اغني لك هابي بيرثدي تو يو، هغني لك كل شويه نكبر حبه حبه حبه، واغني لك يلا حلا بالا، اغاني كتير يعني. ايوه غني لي كل شويه نكبر حبه حبه، دي حلوه. ها طبعا. انبسط يا حبيبي انبسط، يلا باي. باي باي يا فندم. يلا يا طفي التورته يا بتقول له البت دي. ها يا غالو يا غالو. يلا هو فين الساحر بقى؟ جاي يا حبيبي حالا، جايبين لك ساحر وجايبين لك اراجوز وبهلوان وكل حاجه، ناقص يجيبوا لك نانسي عجرم. خطوبه دي ولا عيد ميلاد؟